الآية اللي احنا قريناها في أعمال الرسل، إن لما اجتمعوا كل دول على المسيح، يقول الكتاب عشان يفعلوا كل ما سبقت في عينة يدك ومشورتك أن يكون. الناس يخططوا كل التخطيطات، مش هيعملوا غير مشيئة الله الصالحة لك. عشان كده يقول لك نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. لمين؟ للذين يحبون الله، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. الله بيرتب كل الأشياء يطلع منك أعظم شخص في كل الظروف، حتى لو الناس هاجت عليك خافش، أنت في يد قدير. والمسيح بيقول كده: خرافي تسمع صوتي وأنا عارفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياه هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والآب واحد. ما تخافش، لأنك أنت في إيدين شخص أمين يحميك من كل الناس.